الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة اللي هي صفة الصلاة نفسها التي ستذكر إن شاء الله تعالى. والأصل في الاستسقاء في وقت نزول المطر النافع، يعني ما يصير الناس يستسقون مثلا في شهر 6 مثلا عز الصيف مثلا يقول تعالوا نستسقي، لا، المقصود الاستسقاء إذا انقطع المطر في الوقت الذي ينزل فيه وتنتفع فيه الأرض، هذا هو المقصود من الاستسقاء. أما الناس يستسقون في أوقات يعني عادة لا ينزل فيها المطر، أو أنه لا تنتفع الأرض عادة في نزول المطر في وقت السرايات وكذا، لا تنتفع الأرض بهذا المطر، هذا لا يسن. وإنما السنة في الاستسقاء هو إذا تأخر عن وقته الذي تنتفع فيه الأرض وينتفع به الناس. نعم.